طب خلينا بقى طالما مرتبطين ببعضيه وبنتكلم عن باستا وهذا المنتج اللي بيساعد بشكل كبير جدا على العديد من الامور اللي منها فقدان الوزن، ان هو بيقفل المعده زي ما بيتقال كده من الالياف اللي موجوده فيه. أيه. طيب نفهم دي بقى اكتر. بس خليني الاول، انا مبسوط ان انت بقى عندك كمان ثقافه عن باستا. انا دكتوراه دلوقتي، يعني دكتوراه في باستا. خلي بالك من ضمن الغلطات اللي احنا بنقع فيها، هو انا لما اجي انزل وزني انزله ميه ولا انزله دهون؟ ايوه نقطه حلوه، ابتدي دهون بقى ميه ده. برافو عليكي. لا ينزل كتير. ينزل دهون. وخلي بالك في بعض الاحيان يجي لي العيان يقول لي يا دكتور انا عايز انزل بسرعه. سهل قوي على فكره. دي الميه هتخليك تحس انك خسيت. بس انت ان جنرال انا نزلت ميه ما نزلتش دهون، وتنزيل الميه ده بيدخلني في مشاكل تانية. صح. ان انا بفقد املاح، وتلاقي بيجي لي كرامبات غير عاديه. ده انا الراجل اللي جاي لي ده او الست اللي جاي لي دي، ده انا بحاول ألصمها في ان هي تشبط معايا في نظام غذائي وتخس. فلما اقول لها انزلي ميه، نزلت 5 6 كيلو في شهر وهي فرحانه، بس هترجعهم تاني وترجعهم بسهوله، غير الاثار الجانبيه الخطيره ان انا نزلتها ميه. أيوة يبقى انا بنزل ايه؟ بنزل دهون، صح كده؟ صح. يبقى اذا انا لما اجي ادي مستحضر او اجي حاجه طبيعيه تشتغل على الدهون ما تشتغلش على الميه. لان سهل قوي حضرتك ان انا اديكي حاجه تدخلك الحمام كتير يورين اللي هو البول وتخسي، بس دخلنا في كرامبات. عشان كده حتى بما ان احنا في قناه النادي الاهلي وقناه رياضيه، هتلاقي دايما ليه رياضيين بيشتكوا من الكرامبات اللي بتحصل. هو بيعرق كتير، فبيفقد نوع من انواع الاملاح، من ضمن الاملاح دي هي البوتاسيوم، فدخلنا في الكرامبات. انا هنا بقى لا، انا بحرق لك دهون. أيوة. ليه؟ لان ما السعرات الحراريه اللي بتاخدها لما بتخزن عندك بتتخزن في صوره دهون تحت الجلد. يبقى انا لما اجي بقى اخس دهون واخس ميه. لا اخس دهون. صح. هو ده بقى اللي بيستا بيعمله. حلو. هو بيستا ما بيشتغلش على ميه، بيشتغل على دهون. بيشتغل على دهون ازاي؟ نتيجه لمكوناته. مكوناته اللي هي عباره عن ايه؟ اللي احنا اتكلمنا ان هي عباره عن شوفان ورده القمح، تمام؟ دول بيشتغلوا اللي هم بيسموهم الالياف الذوابه والغير ذوابه. الالياف دي بتعمل ايه حضرتك؟ بتعمل هو الشوفان وسيليوم وردة القمح، خلي بالك عشان في مكونات تاني. طبعًا. دول اللي هم بيسموهم الالياف، منهم الشوفان ده بيعتبر الياف ذوابه. وبنيجي نتكلم عن ردة القمح الياف غير ذوابه. ايه بقى الالياف الذوابه اللي بتعملها بقى اللي موجوده في بيستا؟ ان هي بتزود في عمليه الحرق وبتمنع امتصاص الدهون، بالاضافه ان هي حضرتك لما بتاخديها، نرجع تاني بقى لموضوع الميه، لما حضرتك بتاخديها على كوبايه ميه كبيره قبل الاكل بنص ساعه بتنفش في المعده، فبتملى المعده، فانت حضرتك قابليتك للاكل هنا ايه؟ بتقل. او احتياجاتك من كميات الاكل بتقل. يبقى بس هنا اشتغلت على الدهون ولا اشتغلت على الميه؟ لا الدهون. اشتغلت على الدهون، وهو ده اللي احنا عايزينه. صح. طبعا الالياف الغير ذوابه ميزتها برضو بتعمل ايه؟ ان هي بتنتقل من المعده اللي معاها في صورتها، فبتخلي الانسان يتخلص من الفضلات بتاعته بصوره طبيعيه. وده على فكره هتلاحظوه مع بيستا من اول ما تاخدوه. يعني حضرتك لما تاخدي بيستا هتلاقي نفسك بتخشي الحمام بصوره منتظمه بصوره طبيعيه. يبقى انا اتخلصت من الفضلات، تمام؟ يعني ده حاجه مجمعه زي ما بتقال، فوائد مش بتقصر بس انا بخس، انا بخس وبنضف جسمي وبشكل سليم وما بفقدش الميه. كمان في حته ان انا يبقى عندي اللي هو نوع من انواع الهزلان، لا خالص. انت بتبقى بتفقد دهون بس بتحتفظ على صحتك، لان هو بيديك طاقه داخليه وليس طاقه خارجيه. صح. طب هو مش كده وبس حضرتك. أتفضل. انا عجبتني صح دي، عارفه صح دي ليه؟ دي انعكاس ان واضح انك استخدمت البيستا. انا استخدمته. ده انت جبته لي هديه يا دكتور. ده اللي انا لاحظته بقى. نرجع تاني. طب لا بس عن حق والله، يعني انا استخدمته انا بس ما استمرتش عليه، بس لما استخدمته فتره فعلا بجد انا يعني ما كنت مبسوطه. حضرتك بتنزلي بتخسي بصوره طبيعيه الوجبه بتاعتك بجد بصوره. طبعا حضرتك قابليتك للاكل هنا هتقل، بس بتاخدي، لان هو خلي بالك المدرسه الحديثه في الخزان ايه؟ هو ان انا اقلل كميات مش امنع، لان انا لما امنع دي هخش في حاجات تاني مشاكل تاني وبرضه حلها معانا. صح. ان انا افقد فيتامينات ومعادن. صح. وانا محتاج الفيتامينات والمعادن. طيب هل بيستا وقفت على كده بالالياف؟ لا. ليه؟ بيستا فيها ثلاث عناصر تانيين، فيها الكروميوم 500 مللي جرام، وده اعلى تركيز موجود في اي مستحضر موجود في مصر. على فكره الكروميوم دي هي ماده طبيعيه موجوده في جسم الانسان، بس طبعا مع العادات السيئه ومع السن الماده دي بتقل. الماده دي لما بتقل هي الماده دي مسؤوله عن ايه؟ مسؤوله ان هي تعمل تحرق النشويات. النشويات اللي هي المصدر الاساسي للسكر الجلوكوز اللي هو بيتحول في الجسم لدهون لو احنا ما تخلصناش منه. وعشان كده بعد كده هنتكلم على فكره في حلقه عن مقاومه الانسولين، حلقه مهمه جدا بقى. تمام. تمام. بالاضافه للكروميوم عندنا حاجه اسمها الفيتامين سي.
فيتامين سي بقى، خلي بالك ده بيستا الايام دي ليها دور مهم جدا. مش احنا الادوار التنفسيه او امراض الجهاز التنفسي انتشرت اول فتره دي نتيجه للفرق بين درجات الحراره في التكييف وفي الشمس؟ انت محتاج تدي مستحضر يخسسك ويقوي مناعتك. فيتامين سي اللي موجود في بيستا بيعمل الدورين دول، هو بيزود عمليات الحرق وبيقوي المناعه. هو ايه اللي مش في بيستا بقى؟ لا على فكره، على فكره ومستو ان انت بتاخد حاجه طبيعيه وبتخس من غير ما يبان عليك تعب، لان في ناس بتخس وبتلجا لدايت بتحس ان وشها ايه ده انت ليه عامل كده. فدي خلي بالك احنا مهمة. احنا في مره هنتكلم على حلقه بما ان احنا في قناه ان احنا هنتكلم على تغذيه الرياضيين، هتكتشف ان بيستا مناسبه جدا للرياضيين. ليه؟ لان فيها ماده ثالثه اسمها الليكرانتين. الليكرانتين دي اللي هي مسؤوله عن افراز الطاقه من العضلات. ودايما بتوع الرياضيين بيحبوا حاجه تديهم طاقه في العضلات عشان يقدروا يقوموا بالاكسرسايز بتاعهم. وحاجه طبيعيه يعني. ده احنا عملنا كده 7 حلقات جايه بقى. لا ما احنا مش انا قلت لك هجيلك كل يوم احنا مع بعض هجيلك كل يوم.